الوصفات سكينة. اليوم غادي نقدم لكم طريقة تحضير لي بانكيك. بالنسبة لهاد لي بانكيك غادي نحتاجو ياغورت فاني، 100 غرام ديال الحليب، 200 غرام ديال الدقيق الابيض، 3 ديال البيضات، 1 أو 2 معالق او 3 ديال السكر سنيدة، خمارة فاني، معلقة ديال الزبدة اللي غادي نذوبوها. اول حاجة غادي نبداو بها، غادي ناخدو هاد الزبدة غادي نذوبوها. ودابا غادي ناخذ 3 البيضات، غادي نخدموهم مع السكر وقبيصة ديال الملحة. ضروري هذيك القبيصة ديال الملحة ما كنساوهاش. كنخدموه مزيان مع بعض حتى كيندمجو. دابا غادي نضيف هاد الساشي ديال الفاني، ودابا غادي نضيف الحليب. نضيفو الياغورت، كاس ديال الياغورت فاني. دابا غادي نضيفو هاديك الزبدة اللي ذوبنا، وغادي ناخدو دابا الدقيق ديالنا، غادي نزيدو عليه هاديك الساشي ديال الخميرة، وغادي نضيفو بشوية بشوية على الخليط ديالنا. دابا غادي نبداو نضيفو الدقيق اللي غربلناه من قبل، كنضيفو بشوية بشوية. صافي دابا غادي نضيف الكميه ديال الدقيق اللي بقات ليا، وغادي نخلطو مزيان حتى كيندمج مع بعض. وكناخدو واحد المقله كنوضعوها على نار مهيله حتى كتسخن ونطلقها. صافي هو الخليط ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا كيفاش كيولي. بعد ما كتسخن المقله ديالتنا دابا غادي ناخذ مغرفه من الخليط، صافي كنحاول نجيبها مقاده. صافي كنخليوها حتى كنحسوا بها طابت من التحت عاد نقلبوها. هي في ساعه كطيب من التحت، ما كنخليوهاش بزاف باش ما تحرقش القوم من التحت. دابا غادي ناخذ مقلبها، صافي كيف ما كتشوفوا معايا
صافي دابا غادي نخليوها حتى كنحسو بها طابت ونزولوها من على النار. البانكيك ديالنا بعد ما كيطيب دابا غادي ننزلها من على النار ونعاود نوريكم وحده اخرى. غادي نوري لكم وحده اخرى. صافي تناخدو مغرفه من الخليط كنصبوه في المقله. صافي تنحاولوا نقادو غادي نخليوها دابا حتى نحسو بها طابت من التحت نقلبوها. صافي دابا غادي نقلبوها. صافي غادي نخليوها عاوتاني حتى طيب من التحت ونزولوها من على المقله ونطلقوا مع البانكيك ديالنا. بعد ما كنكملوهم كنزينوهم بصوص الشوكولا. نتمنى انهم يروقوكم اكيد يلقاو استحسانكم. ما تنساوش تشاركوني تعليقاتكم، ديروا جيم فيديو، تبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم، تابوناو معنا في لاشين باش توصلوا دائما بالجديد ديال وصفات سكينه. بصحتكم وراحتكم الى وصفه جديده ان شاء الله.